صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المتابعين في درس جديد من دروس السنة السادسة ابتدائي من كتاب اللغة الفرنسية Le français pratique. وعلى بركة الله سنبدأ، وحصتنا اليوم هي فيش بروجي رياليزي ان جورنال سور لي سيونس اي لي تكنولوجي. هنا سنتحدث عن موضوع الوحدة الذي يتحدث عن العلوم والتكنولوجيا، وهنا اخترت كموضوع في نطاق الوحدة أن أتحدث عن الروبوتات. مشروع اليوم هو مشروع بسيط، اعتمدت فقط على شراء هذه الأدوات من المكتبة، هذه وهذه وأيضا هذا البلاستيك، وأيضا قمت بكتابة الموضوع ولصق الصور التي لها علاقة بالروبوتات، أي موضوع الذي كتبت فيه الذي يتحدث عن الروبوتات. هنا موضوع الوحدة لي سيونس اي لي تكنولوجي بهذا الشكل، وأيضا قمت بكتابة الموضوع هنا. هنا كتبت موضوع الوحدة لي سيونس اي لي تكنولوجي بهذا الشكل، وأيضا كتبت هنا تكملة للموضوع وأيضا كتبت هنا والآن سأقوم بجمع هذه الأوراق كي يصبح مشروعا جاهزا بهذا الشكل. سأضع هذا في يعني في غلاف هذا الموضوع، وأيضا هنا سيكون هذا هكذا. والآن سأقوم بوضع هذا هنا لكي أجمع بها هذه الأوراق ويصبح بحثا كاملا. أتمنى أن تنجزوا مثل هذه البحوثات لأنها بسيطة هكذا. هكذا يصبح جاهزا بهذا الشكل. الحمد لله انتهينا، إن شاء الله سنلتقي في صفحات أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه.